المركز الثاني، ولكن يبدو بأن مضمر القرن اقتنص هذه النقطة واقتنص الشوط الرئيسي. فر به بن شريم من قبل الشعار الغربي ومن قبل شعار عالية. إذا الشاهينية تنتزع خيرة أشواط الحيل ونقوة أشواط الحيل في هذا اليوم المشهود. يذهب ناموس هذا الشوط إلى مضمر القرن، ولكن عالية عالية والشاهينية، الشاهينية وعالية، عالية والشاهينية، عالية الشاهينية، الشاهينية عالية، الشاهينية، الشاهينية في الوقت الحساس مشاهدينا الأعزاء تنتزع هذا الشوط انتزاعا. الذيب مشاهدينا الأعزاء، الذيب ذيب، الذيب وهو ذيب، وهو ذيب ينتزع الشوط الأول الرئيسي بجدارة واستحقاق حل وصيفا في السباق الماضي على الفارس، ولكن اليوم يعود مع جار الله، مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. تهانينا يا البرنس، تهانينا لجار الله بن محمد بن عقيل، والسلام إلى عزبة بن عقيل، ومشكور يا حمد بن محمد بن عقيل على هذه المواصيل التي وصلت إليها الذيب. تهانينا لجار الله بن محمد بن عقيل على الفوز بالشوط الأول الرئيسي، تهانينا. والناموس المركز الثاني مهاجر لمبارك بن محمد بن عقيل. تفتح الأربعمية متر الأخيرة وتبتعد عن بقية المراكز. هذه ضبية، ضبية مشاهدين الأفاضل لفهد بن سيف أبو سعيد الخيارين. أيها الإخوة الأفاضل، يحق لنا أن نزف له التهنية ونحملها على ظهر ضبية إلى عزبة فهد بن سيف أبو سعيد الخيارين. ما شاء الله تبارك الله، هذه ضبية مشاهدين الأفاضل أتوقع لها مستقبلا بإذن الله تعالى لا يقيب عنه الشمس. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، هذه ضبية تصل بأمان وسلام. تهانينا لفهد بن سيف أبو سعيد الخيارين، كما نهني شقيقه غانم بن سيف الخيارين المركز الثاني. يا سلام، أسعد الله صباحك، أسعد الله صباحك يا بشريم، وسلم على أهالي الريان، أهديهم السلام، أهديهم الناموس، ناموس صباحي بشعار فيصل بن طالب بن شريم المري مضمر القرن. ليس بغريب ولا مستغرب على هذا الشعار حصوله على الأشواط الرئيسية. هنا يتواجد فيصل بن طالب بن شريم المري ليبحر في الناموس مع انطلاقة هملول، هملول الدماء الهملولية. أهني مالك هذا الشعار فيصل بن طالب بن شريم المري على فوز هملول بالمركز الأول وحصوله على الناموس، ويضيف النقطة الثانية في هذا الصباح لهذا الشعار. تهانينا والناموس المركز الثاني شايع على ثاني المراكز. قتل واستحقاق، ومن أراد الناموس ومن أراد القوة ومن لديه قوة فليتقدم إلى هناك إلى سراب، سراب مع مقدمة الشوط. يا بن سالمين، يا بن سالمين، يا بن شريم واصل، أشوف في الجو غيم. يا بن سالمين، فيصل بن طالب بن شريم المري مع هملولة، هملولة هملولة هملولة، فيصل بن طالب بن شريم، ولكن سعيد بن عبيد بن سالمين مع سرابه، سرابه سرابه في اللحظات الأخيرة. أهدي لك الناموس من أعماق القلب لعبيد، لسعيد بن عبيد بن سلمين المنصوري. المركز الثاني هملولة لفيصل بن طالب. يصل متعب، متعب متعب متعب، أتعب المشاركين. عفاس بن صالح الكريبي متعب وإسعاف، متعب وإسعاف، إسعاف، هل سيسعفه الحظ أو متعب سيتعب إسعاف؟ متعب يتعب المشاركين، إسعاف مشاهدينا الأعزاء. النقطة الثانية أو الثالثة لابن عقيل في هذا الصباح يبدو بأنها الثانية بعد فوز الذيب. إذن تهانينا لجار الله بن محمد بن عقيل، تهانينا يا برنس، تهانينا يا برنس على هذا الفوز، ومشكور يا حمد بن محمد بن عقيل على هذه المواصيل التي وصلت إليها. إسعاف لحظات الوصول. المركز الثاني الهجن بديرات الخير من عصر. بشاير، بشاير رافع راية التهديد، رافع راية التهديد مشاهدين الكرام. عامر بن سعد الرفادة، عامر بن سعد الرفادة، وهنا فيصل بن طالب بن شريم المركز الثالث. القدوم من الشايبة لناصر بن نهار بن عيمي، ناصر بن نهار النعيمي على مستوى المركز الثالث. يا سلام
الشايبة 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 شايبة شايبة فيصل بن طالب بن شريف، وهنا شايبة بن نهار النعيمي، وهنا عامر بن سعيد الرفادة، عامر بن سعيد الرفادة. الله يا بشاير بشاير مشاهدين الكرام تحتل المركز الأول في اللحظات الحساسة. تهانينا لعامر بن سعيد الرفادة بهذا الناموس. المركز الثاني وصلت الشايبة لفيصل بن طالب. سجل حافل بالإنجازات يغتنم الفرصة وينطلق الطيار. يا سلام الطيار على المقدمة، طار بالناموس طار بالناموس إلى العوينة إلى العوينة هناك إلى العوينة وين ما يسكن غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين. ينتزع الناموس في هذه اللحظات ليهدي الناموس لمالك هذا الشعار الكبير، شعار إعلان شعار الإنجازات. تهانينا والناموس لمالك هذا الشعار غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين على تحقيق الطيار للنقطة الذهبية في هذا الشوط. تهانينا والناموس على هذا الفوز المتميز. المركز الثاني القبطان على ثاني المراكز سعيد بن مبخوت. توجهت إلى المنصة الرئيسية، توجهت إلى المنصة الرئيسية صاحبة سجلات حافلة، سجلها غني غني بالإنجازات، غني بالسجلات، غني بالنواميس، غني بالسيارات، غني بالفوز دائما يطمح لتحقيق الرموز. هذا الشعار وصلت غالية، رحبوا بغالية. يا سلام يا سلام يا سلام في هذه اللحظات أهدي السلام والتحية والاحترام لمبارك بن محمد بن زايد الخياري وللمضمر المزعج العتيق بن كريع المري. ها هي لحظة الوصول، تهانينا له على هذا الإنجاز. المركز الثاني إشارة لمحمد بن حماد البلوي. المركز الثانية تتميز في هذا الانطلاق. انطلق شاهين، انطلق ابو ابراهيم، اندفع شعاره، ابحر هذا الشعار، ابى وابى وابى في ان ينتزع الصدارة منذ ان اطلق هذا الشوط، وهو القائد والمندفع والمتواجد مع الصدارة. شاهين برفقة سعيد بن محمد ابو ابراهيم ينتزع هذا الشوط، الشوط العاشر يتسجل باسم شاهين ويتسجل باسم مالكه سعيد بن محمد ابو ابراهيم الذي انتزع هذا الشوط بانتزاع مميز وبجدارة وبقوة. وهي لحظة وصوله إلى خط النهاية مع الفوز والناموس. وصول غانم بن منصور الخيارين على المركز الثاني، انطلاقة الكبار، اندفاع الكبار، تحدي الكبار، تألق الكبار، إبداع الكبار. يا سلام تسلل تسلل مسموح فيه في هذه الرياضة، يتسلل في هذه اللحظة غانم بن منصور بن غانم الخيارين مع من صيحة مع مصيحة لتحقق النقطة الثانية لتحقق الهدف الثاني بشعار الخيارين. تهانينا تهانينا لمالك هذا الشعار، مالك هذا الشعار العملاق. هنا مصيحة وجودها بشعار غانم بن منصور بن غانم الخيارين. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لهذا الشعار الجميل. المركز الثاني المركز الثاني الواعي عبيد بن شينان المري. المركز الثاني ولكن أعود إلى السعدية. احلوت المنافسة، احلوت الصراع، احلوت القوة، احلوت أيضا الإبداعات. أتواصل معكم بانطلاقة منصورة، وصلت منصورة، انطلقت منصورة، غيرت الأمور من المركز الخامس، تواجدت على أول المراكز دون أي توامر. خليفة بن عطية المالك فراء بن إقريع المري بعملية التضمير، صاحبة إنجازات، صاحبة السجلات، صاحبة السيارات، أذكرها جيدا. وها هي لحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. تهاني تبركاتي خليفة بن علي العطية، والتهاني موصول لفراء بن إقريع المري. المركز الثاني ليالي يا بن شريم. النقطة الثالثة أين واصل على هذا الأداء؟ فيصل بن طالب بن شريم المريب في هذه اللحظات يتميز بشعاره. المركز الثاني عنيده 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 مع المركز الثاني، وتعاند عنيده الا ان تاخذ المركز الاول. لكن سلامي وتحياتي الى الريان، سلامي وتحياتي لمالكي ليالي فيصل بن طالب بن شريف مري. اودي السلام وارسل لك السلام خاصه الى الريان في هذا الصباح الجميل. ها هي لحظه الوصول الى خط النهايه. المركز الثاني عنيده
تعود ملكية عنيدة. الهجهن بديرات الخير من عسين على أول المراكز الحصار الغربي هنالك يعصب بشعاره على المقدمة وعلى الصدارة بانطلاقة المركز الأول محمد بن زايد المنصوري المالك وأيضا وعملية التضمير من يقدم لنا هجمة بهذا الشوط محمود بن محمد الوهيبي نزاع المركز الثاني نزاع تنطلق على الثاني المراكز محمد أو لسعيد بن محمد بن زايد الخليل ناصر بن سالم المكسور بعملية التضمير ولكن هذا الشوط ينحسم وباسم هجمة من انطلقت إلى خط النهاية وحققت الناموس الثالث تبقى محمد بن زايد المنصور الثاني موصل لمحمود الوهيبي نزاع على المركز